السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكون بألف خير. طبعا يا شباب، مقطعنا اليوم عن دبل إكس بي وعن السكنات القادمة. وقبل ما نبلش المقطع يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش مشترك بالقناة، أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس حتى نقدر نوصل 200 ألف مشترك، وربي يسعدكم على كل شيء. ويلا نبلش. ونبلش مقطعنا شباب، واول شيء نتكلم عنه اللي هو الدبل اكس بي. طبعا شباب، الدبل اكس بي اول مره اضافوه فورتنايت بنهايه السيزون الرابع، نزلوه كخبر. وطبعا اللي ما يعرف شو هو الدبل اكس بي، طبعا الدبل اكس بي مثلا انت لعبت جيم وحصلت بالجيم 1000 اكس بي، تمام؟ الدبل اكس بي ما راح يعطوك 1000، راح يعطوك 2000. مثلا دخلت جيم وحصلت 2000، ما راح يعطوك 2000، راح يعطوك 4000، يعني دبلهم، الضعف، تمام؟ وهذا الشيء دائما الشركه تنزله باخر ايام الموسم، تمام؟ وبالموسم الخامس بنهايته نزلت لكم مقطع وحكيت لكم انه الشركه بهذه الايام راح تنزل دبل اكس بي للسيزون الخامس، وطلع كلامي صح ونزلوا دبل اكس بي. بس ما كان دبل اكس بي، كان 4 اضعاف الاكس بي. طبعا الدبل اكس بي هو ضعفين، تمام؟ ال4 اضعاف يعني اذا انت لعبت جيم واخذت 1000 ما راح يعطوك 2000 دبل، لا بيعطوك 4000. وطبعا الشباب، ال4 اضعاف اكس بي هو احسن من دبل اكس بي، لانه لما تدخل جيم وتلعب مثلا بتاخذ 1000 ما بيعطوك 2000، بيعطوك 4 اضعاف يعني 4000. فهذا الشيء راح يساعدك انك تلفل وانك تطلع طيارات بسرعه. طبعا شباب، الصوره اللي تشوفوها قدامكم هذه صوره قديمه، طبعا الخبر راح ينزل مثل ما تشوفوا قدامكم، راح يكتبوا لكم دبل اكس بي، او ممكن يكون 4 اضعاف اكس بي، بكتبوا لكم 4 جانبها اكس بي. فهذا الخبر اكيد راح ينزل لكم خلال الايام القادمه بنهايه السيزون اللي احنا فيه، تمام؟ فاكيد الشركه خلال الايام القادمه راح تنزل دبل اكس بي او 4 اضعاف اكس بي، فخلكم مستعدين. وطبعا بس ينزل راح يحطوا لكم بالاخبار انه في دبل اكس بي، فهذا الشيء راح يساعدكم انكم تلفلوا وترفعوا طياراتكم بسرعه. طبعا شباب، بس راح استعرض عليكم السكنات القادمه والاشياء اللي معهم وصور الرقصات القادمه، فخليكم مع المقطع. وبس شباب، هيك وصلنا لنهاية مقطعنا، فأتمنى إذا عجبكم المقطع لا تنسون من اللايك، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصل 200 ألف مشترك، وربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.